حسن فؤاد الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة. إحنا بنعمل في مجال الإنقاذ البحري واللايف سيفر بصفة عامة، وفي نفس الوقت المارين لايف الأحياء البحرية بنحافظ عليها برضو، وبقالنا أكتر من 10 سنين مؤسسين الجمعية اسمها الإنقاذ البحري وحماية البيئة. My name is حسن فؤاد الطيب. I am working in the field of maritime and rescue and environment protection society. And now we are sharing, working with SIWA International in America. And we are honored to be a member of SIWA. And we cooperate together for the life saver and